لا السلام عليكم أيها الحضور الكرام. أظنكم تساءلتم عما يمكن أن أقوله في هذه المناسبة. ومعكم أو قبلكم طرحت السؤال على نفسي، ماذا يمكن أن أقول وأربعة عشر قرن على امتداد أربعة عشر قرن لم يبقى مفكر أو كاتب أو أديب في شرق الأرض أو غربها إلا وتحدث عن الإمام وقال فيه: أهو ذنبي سيدي الإمام إن كنت فوق كل حديث؟ أهو ذنبي إن كنت أريد الحديث فلا أبلغ منه ما أريد ولا بعض ما أريد؟ لقد قالوا بأنك أشجع العرب وصدق، وقالوا بأنك أبلغ العرب وصدق، وقالوا بأنك أسخى العرب وصدق، وقالوا بأنك أجهد العرب وصدق. لقد كنت كل ذاك، ولكنك كنت فوق ذاك وغير ذاك. ولأبدأ بصفين، وإني لأرى المشهد أمامي الآن. لقد كان النصب أقرب ما يكون، لقد كنت تستطيع النصر بأي سبب مما كسب الحرب خصمك، لكنك في الحرب كانت أخلاقك تسبق سيفك، وكان خصمك سيفا بلا أخلاق. كنت تستطيع أن تنتصر بأيسر الوسائل لو تخليت عن هذا المثل الأعلى الذي اسمه علي بن أبي طالب. كان العرب يفخرون بالشجاعة ويذمون الجبن والفرار ويعيرون به، إلا الفرار من واحد، إلا الفرار من ابن أبي طالب، فلم يكن عارا ولم يكن سبا ولم يكن ذبا. وفي البلاغة كان كلامك تحت كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. ولقد سئل عبد الحميد بن يحيى الكاتب
من بلغاء العرب وآخر كاتب للدولة الأموية في زمن مروان بن محمد. سئل عن سر بلاغته فأجاب: لقد حفظت 70 من الطوال للأصلع، وهو يقصد 70 خطبة طويلة للإمام علي. أردت أن أعلق على هذا الحديث، ولكن يبدو أن الوقت مختصر والحديث سيطول لو أردت أن أسير فيه كما أريد. وفي الزهد يا سيدي الإمام، لقد كنت تختم الجواب على كسر من الخبز اليابس. ولأطمئنك يا سيدي، لن يفكر أحد من اللصوص في أن يدنو من جوابك. لقد كان هناك من كبار الصحابة من كان الذهب عندهم يكسر بالفؤوس، فما حاجة اللصوص إلى جواب لا يحوي إلا كسرا من خبز يابس؟ فاطمئن يا سيد، لن يفكر أحد في جوابك. وعهدك للأشتر. أريد أن أنهي حديثي به: عهدك للأشتر يكفي منه هذه العبارة، يكفي منه قولك: إن لم يكن أخاك في الدين فهو نظيرك في الخلق. والله لو أن دساتير الأمم كلها اجتمعت على أن تبلغ بعض ما بلغته هذه الجملة لم استطاعت. لقد كنت المثل الأعلى، لقد كنت المثل الأعلى للإنسانية كلها، لا للإسلام ولا لغير الإسلام. وحين يتصل الحديث بالمثل الأعلى للإنسانية فلا أكف عن القول، ولأختصر ولأحيي المثل الأعلى للإنسانية كلها. حيوه معي والسلام عليكم.